نعم. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وفرني المجنون فرارة من القسم؟ نوفق بينهما بأن النفي في قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما يعتقده أهل الجاهلية في أن العدوى مؤثرة بنفسها دون تقدير الله عز وجل، وأما الأمر بالفرار من الأسد فهو أمر بالفرار مما يخشى شره، لأن الجذام نسأل الله العافية من الأمراض المعدية السريعة العدوى، فالأمر بالفرار منه أمر بالأسباب الواقعة، كما نقول مثلا اتق النار بالبعد عنها، مع أن قربك من النار وبعدك عنها كله بقضاء الله وقدره، فيكون النفي مصبا على ما كان معهودا أو معتقدا عندهم في الجاهلية من أن العدوى مؤثرات بنفسه. ولهذا لما أورد على النبي عليه الصلاة والسلام إيراد بأن الرجل يكون عنده الإبل صحيحة ليس فيها شيء من الجرب فيخالطها البعير الأجرب فتجرب، هذه عدوى، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن إعداءها بتقدير الله عز وجل، كما أن وجود الجرب الأول من الله عز وجل. نعم.